وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم رسام الكاريكاتير أنس الأثوري. أهلا وسهلا فيك أنس معنا اليوم. أهلا أهلا. الله يحييك أنس. أنس، في البداية نحب تعرفنا عن نفسك أكثر، كما تحب أن يعرفك الناس. أنس الأثوري رسام كاركتير وبس. طيب أنس، بما أننا استضفناك كرسام كاريكاتير فنحب نتعرف أكثر، كيف كانت بداياتك في عالم الرسم الكاريكاتيري؟ أنا أرسم من زمان، يعني أيام الابتدائية، بعدين بالإعدادية والثانوية، واصلت للآن الحمد لله. إجاباتك مختصرة دائما. طيب أنس، ليش وكيف اخترت هذا النوع من الرسم؟ طبيعي أنت لو كنت ترسم في الابتدائية ما أعتقدش أنك كنت ترسم رسم كاريكاتوري ساخر، الآن تحول الموضوع، فلماذا وكيف اخترته؟ لا، بالابتدائية برضه كنت رسم كاركتير، جميل. يعني كنت أحب مجلات الأطفال، خاصة العربي الصغير والمثقف الصغير، وكنت أحاول أقلد الرسومات هذه حق يعني الموجودة فيها، وكنت أرسم يعني زيتي وتشكيلي وواقعي. جميل. أيوه، وكنت أرسم تشكيلي وزيتي وبالقلم الرصاص. وبعد ما تخرجت من الثانوية رحت أدرس يعني دورات رسم تشكيلي، لكن في عام 2014 قررت أن أنا أتجه لرسم الكاركتير، وتواصلت مع الفنان الكبير رشاد السامعي أستاذي، وعلمنا كيف أدخل هذا المجال، مجال الكاركتير، والحمد لله يعني توفقت ودخلت هذا العالم، ويعني مرتاح بمجال الرسوم الكرتونية والكاركتير. جميل. هذه الآن وظيفتك؟ تعتبر وظيفة بالنسبة لك؟ لا، تعرفوا إنه المجلات باليمن والصحف مقفلة كامل، فيعني ما فيش مجال إن تكون وظيفة إلكترونية ما زالت تعمل. طيب، أو فرصة قليلة جدا. طيب فعلا أنس، اختيارك المواضيع التي ترسمها كيف يتم؟ احيانا انا ما ارسمش كثير، لكن احيانا على حسب القضيه. احيانا في قضايا كبيره يعني تجبر الرسام انه يرسم، خاصه اللي هو متوقف واللي هو يعني خامل ولا منشغل بدراسه ولا منشغل باعمال اخرى، لكن احيانا قضايا تجبر الشخص، يعني قضايا البلاد، قضايا الدوله والقضايا الانسانيه الحاصله تجبر الشخص انه يعبر عن هذه المواضيع ويشرح للناس يعني برسمة كاركتير واحد القضية كامل، يفهموا انه الموضوع كذا بالضبط، وهذا يعني باختصار بحسب هي ما نرى. وهذا باختصار هي وظيفة الكاريكاتير، لكن السؤال اللي يطرح نفسه، كيف تختلف وظيفة الكاريكاتير عن الفنون التشكيلية الأخرى؟ الكاركتير يختلف بموضوع السخرية وبموضوع يعني البساطة وقربه للناس. احيانا الفنون التشكيليه يعني فيها نوع من الصعوبه، سواء للرسام انه ينجزه بشكل اسرع وتاخذ فتره طويله عليه، وكمان انه ما يقدرش يعني يشرح في بك كل حاجه، لانه التشكيلي احيانا في بو شويه من الواقعيه، لكن بالكاركتير انت تخرج عن الواقعيه تماما، يعني تروح بعيد، يعني ترسم اي شيء، ترسم شكل، ممكن ترسم قلص مع عيون وكذا، فهذا الكاركتير، يعني هذا يعني الحاجة اللي يتيح الكاركتير للرسام إنه يعبر عن القضايا. بنرجع نتكلم عن هذه النقطة أكثر، لكن قبل ذلك العمل الكاريكاتيري للصحافة، أنت عملت في الصحافة أيضا، العمل الكاريكاتيري للصحافة هل يختلف عن العمل الفني الخاص؟ يختلف عن العمل الفني ليش؟ الخاص بك، يعني مثلا العمل الفني للمعارض او للصحافه هل يختلف بالنسبه لك؟ آه. اه
لا ما في للصحافة والعمل اللي أنا مشارك فيه ما فيش اختلاف. أنا يعني حتى يعني عضو في كارتون موفمنت، وهذه يعني منظمة إيش تأخذ كل الأعمال وتنشرها للصحف، يعني للصحف العالمية وللمجلات العالمية، فما فيش فرق. لكن الفرق بيكون بمجال عملي، أحيانا برسوم الكرتون. أنا أرسم كاركتير وكرتون، والفرق بينهم إنه الكرتون لأفلام الكرتون، مثلا القريبة من أفلام الكرتون، القريبة من الكوميكس اللي هو حق المجلات وكذا، أو يعني الشرح والتعبير، الحاجات يعني اللي ما تشرحش قضايا. طيب أنس، قبل قليل كنت أتكلم عن الكاريكاتير وكيف ينقل الواقع بطريقة ساخرة. طب الكاريكاتير ينقل الواقع بطريقة ساخرة، متفقين عن هذه، لكن هذه السخرية هل تؤثر على مصداقية الحدث؟ يعني مقارنة بالصورة الحية، الصورة الحية دائما تنقل الحدث زي ما هو، الكاريكاتير هل يؤثر على مصداقية الحدث؟ لا ما بالعكس، يعني يعني الشعوب هي أساساً تصدق وتفرح بالحاجة القريبة منها، والشعوب دائماً والمجتمعات يعني تحب البساطة، والكاركتير الساخر في بالبساطة وفي بالطرفة اللي يعني اللي تفتح قلب المواطن وقلب الناس إنه يصدق هذا الشيء. جميل. لكن في كاركتير محزن، كاركتيرات كثيرة يعني محزنة وتراجيدية ويعني تعبيرية قوي جدا، يعني في نوعين يعني. طب ممكن تتكلم أكثر عن أنواع الكاريكاتير أو الرسم الكاريكاتيري؟ والله يعني هو نوع واحد، لكن في منه في رسامين يتجهوا للسخرية بشكل أكثر، يعني يعني مثل الفنان الكبير رشاد السامعي غالبا يتجه برسوماته للسخرية، وهذا الشيء يحبه المجتمع اليمني ويحبه الناس، يعني يحبه بشكل كبير. وفي إذا كمان يعني نوع الكاريكاتير يعتمد المحزن، على الموضوع. على الموضوع وأحيانا والفكرة، جميل. أحيانا طيب أنس، في ساخر، تفضل أنس. في ساخر وفي محزن. تمام، في ساخر وفي تراجيدي، وكمان في معانا من يعبر عن قضية. هذا كله الساخر والتجريدي اللي يعبر عن قضايا، وفي معانا الرسم الثاني اللي نحن نقول له كرتون. هذا الثاني اللي هو رسومات أفلام الكرتون والكوميكس والحاجات البقية. طيب أنس، نروح نشوف بعض أعمالك ونرجع للكلام مع بعض. أنس، من رسمة لرسمة تختلف التقنيات وتختلف الجودة، لو تعرفنا على التقنيات اللي تستخدمها والآلية اللي تستخدمها في الرسومات. والله التقنية الأولى اللي فيها جودة ضعيفة كانت في بداية دخولي لرسم الكاركتير 2014، كان ما فيش معي أي أجهزة رسم، والفنان الشكر للفنان رشاد السامي علمنا الطريقة كيف إنه أرسم الكاركتير وأحوله يعني رسم إلكتروني. أولا برسمه على الورق، وبعدين تحبيره، بعدين سكانر وإدخاله للكمبيوتر، والتلوين على الإليستريتور والفوتوشوب، وهذا لو تشوفوا الرسمات السابقة حقي. لكن بعد 2016 2017 أخذت جهاز، الحمد لله جهاز رسم،
وكذا بدأت يعني أطور رسمي، فبقى الرسم الجديد يعني جودته أعلى. بالتأكيد في رسمة هي عرفتك للجمهور، ما هي هذه الرسمة والتي كانت ربما الأكثر انتشاراً لو تذكر؟ حق الانفصال والحوثي، يعني تمزيق اليمن، تلوين هي أول رسمة العلم. عرضناها. أيوه تلوين جميل العلم، جدا، كل حد يلون العلم زي ما يشتي. جميل جدا. تمام. طيب شخصيا هل في رسام كمان الرسمة حق قرحة عز كمان عرضناها. طيب أنس، هل في رسام كاريكاتير عالمي أو عربي تتابعه إلى جانب رشاد السامعي معلمك الأول طبعا؟ ايوه، اول رسام يعني اللي انا منذهل صدق يعني برسوماته من الفنانين يعني من العالم كامل، الفنان امجد رسمي، فنان اردني تقريبا، هو فلسطيني لكن يعني جنسيته اردنيه يعني جميل. عارفين. طيب بس هو يرسم لجريده الشرق الاوسط ومن فتره طويله اتابعه انا. حتى بالبدايه كنت اتاثر برسوماته واتاثر بتقنياته، لكن بعد فترة حاولت إن أنا أخرج من جوه شوية علشان بالنهاية أستقر لازم بجو تكون خاص شخصيتك فيه. اللي تتوافق مع مجتمعك والرسالة اللي تقدمها. طيب أنس، أيضا بالنسبة لدور الفنانين والرسامين اليمنيين، ما هو دورهم في الأوضاع الحالية؟ والله الرسامين يعني اللي كانوا موجودين في الساحة، رسام الكاركتير موجودين في الساحة، يعني اشوفهم انهم مواصلين، خاصه واكثر شخص يعني اشوفه يعني مغطي المجتمع اليمني ومغطي الوضع اليمني، الفنان رشاد السامعي، يعني حتى انه قريب للناس وبرسوماته قريب جدا، فهذا اكثر الشخصيات اللي يعني تغطي الفن اللي فن يعني أكثر. اشوفه قوي في فن الكاركتير باليمن. وكمان في فنانين آخرين يعني موجودين وموجودين بقوة وموجودين في ساحات ومعارض رسم، مثلا في المعرض الأخير الذي أقامه الاتحاد العالمي لرسام الكاركتير كان في رسامة يمنية من صنعاء، أروى مقبل، شاركت في لوحة أيضا. لكنك ما جاوبتش على سؤالي، إيش دور هذا الفنان في هذه الأحداث الحالية؟ دور الفنان معروف، الفنان عنده مهمة أخلاقية إنه يشرح القضايا الإنسانية ويشرح القضايا السياسية اللي قاعد تدور في البلاد، ويشرح للناس هذا كذا وهذا كذا، لأنه الناس أحيانا الناس البسيطة لا تعي، حتى يشرح يعني للطبقات المثقفة ويكلم الناس، وهذا بالأخير يبقى تراث. يبقى تراث للي حاضر الآن وللي بيكون بالمستقبل. جميل، وكمان توثيق. طيب في مقولة تقول إنه الفنان لابد أن يكون محايد، هل أنت معها أم ضدها؟ محايد بأي شكل يعني؟ نقول في الأوضاع أنا السياسية مثلاً. معي رسمة على الحياد برضه، إنه في أحياناً حياد، لا يعني الحياد يعني منطقة خطيرة جدا، يعني انت يا تكون مع الشعب، تكون مع آراء الناس، يا تكون مع جهة ثانية. يعني أساسا الكون هذا مش قائم على الحياد، الكون هذا قائم على جهتين، على صراع، فأنت يعني أي الجهة اللي بتختاره، أي الصف اللي بتختاره، صف الخير ولا صف الشر؟ يا أبيض يا أسود، ما فيش منطقة رمادية. طيب لو رجعنا نتكلم عن أنس الأثوري ومشاركاته الخارجية وتحديدا الأخيرة في اسطنبول. عندي مشاركات خارجية وهذه كانت الأخيرة، وهذه تطلبت حضوري لأني ممثل الاتحاد العالمي لرسام الكاركتير في اليمن، وكان لازم أحضر وأشرح للناس إيش اللي قاعد يحصل في البلد. المعرض شارك فيه 62 دولة، رسومات أكثر من 100 لوحة فنية شاركت في المعرض لفنانين عالميين. رهيب. طيب هذه المشاركة إيش اللي أضافت لك على المستوى الشخصي؟
الحقيقة يعني خرجت للعالم الخارجي أول مرة، يعني أخرج للعالم الخارجي وتعرف لا على فنانين من الخارج، وكمان يعني استضافة لي، أول استضافة لي يعني كرسام كاركتير، استضافة دولية، وهذا أكيد يعني مضاف لرصيدي. طيب، بنفس الوقت الجوائز التي حصلت عليها. جوائز محلية بس، ما فيش خارجية. أهمها قبل فترة يعني مشاركة، يعني مسابقة رسم، جيت المركز الأول في جميل ساحة الحرية في تعز، جميل، يعني قديم هذا فخر لك 2011. وشرف لك. إن شاء الله. طيب، بعد 5 سنوات طموحك ايش تكون؟ بعد 5 سنوات فين تشوف نفسك؟ في المجال الفني وفي المجال العملي؟ بعد 5 سنوات إن شاء الله يكون عندي فيلم كامل، فيلم كرتوني كامل، وأنا أعمل على هذا الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله يكون أقل من 5 سنوات نشوفه. إن شاء الله. إذا أنا سلا أثور يا رسام الكاريكاتير، أشكرك كل الشكر وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا لك. توفيق للجميع، شكرا لك أفنان. شكرا.